ورجعنا لكم تاني ومعانا فقره الجمال دكتوره ماريان نادر اخصائي الجلديه والليزر بمراكز نبض. النهارده هنتكلم عن التجاعيد وهل في بشره عندها استعداد ان هي تجعد وفي بشره لا، وهنتكلم عن البشره ومشاكل البشره في الصيف. ارحب الاول بدكتوره ماريان نادر. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. هو انا رحبت بيكي يا روني؟ انا غلست عليكي في المطبخ بس يعني ماشي، انا خاينه بس سلمت عليكي. سلمت عليا. دكتوره ماريان ازيك؟ الحمد لله دكتور. تمام. اخبارك ايه؟ عامله ايه في الصيف والحر؟ الحر بقى ومشاكله والبشره والشعر والحاجات دي والتجاعيد كلها. والتجاعيد بالظبط. طيب خليني يا دكتور اسالك في البدايه، في بشره عندها استعداد للتجاعيد وبشره لا، فين المكان اللي ممكن يعني يبقى معرض اكتر للتجاعيد، وخصوصا كمان في فصل الصيف في ناس بتقعد تاخد تان ما بتحطش سان بلوك، عايزين بقى باستفاضه. طبعا زي ما انت قلتي في بشره عندها استعداد للتجاعيد وبشره لا، ده حاجه فاميليال او حاجه وراثيه شويه. في عائلات باكملها بتلاقيها بتعجز بدري، وفي عائلات بتوصل لغايه اربعينات ووشها بتدي سن ثلاثينات. ده الملامح ولا الجلد نفسه؟ الجلد نفسه. في عائلات فعلا تلاقيه، في واحد تلاقيه عنده سن 20 سنه حاجه و20 سنه وتدي له سن 35 سنه، وفي واحد عنده مثلا 40 سنه 50 سنه وتدي له سن اربعينات ثلاثينات. ففي بشره فعلا بتعجز بدري، بشره بتعجز يعني ده ملوش دعوه ولا بالتدخين ولا بالرياضه. لا طبعا. ده راجل رياضي ومش مدخن. لا طبعا ده عامل من العوامل يعني. ده عامل من العوامل، ده خارج عن ارادتنا. أوكي. لكن طبعا في عوامل كتيره قوي احنا بنتدخل فيها. التدخين، التعرض لسان بلوك زي ما انت قلتي، ما بناكلش اكل صحي، ما بنشربش ميه كتير، بننام بالميك اب، ما بنعتنيش بالمشكله اول ما تبدا، فاين لاينز بسيطه، ما بنحطش كريم دي اند نايت كريم. كل الحاجات دي ممكن تكون عوامل بتاثر فعلا. بتاثر على التجاعيد. بتاثر على التجاعيد وبتظهرها بدري. طب يعني امال الكولاجين لما المفروض ان هو بينقص من الجسم بتبان بقى، تبتدي بقى الفاين لاينز تبان وكده، امتى اقول او ايه الاسباب ان الكولاجين ده بينقص، وامتى اقول ان ايه ده الكولاجين ده نقص، ده انا لازم الحق نفسي وابتدي اروح احل المشكله؟ الكولاجين لما بيتكسر بيعكس لي ان البشره بتعجز. يعني ممكن مثلا في اواخر، فهنقول عن 18 19 واوائل العشرينات يبتدي الكولاجين يتكسر. ده بينعكس على البشره في سن 25 في سن 30 سنه في صوره تجاعيد. يعني المشكله بتبتدي من سن صغير. لو انا اهملت في سن صغير، مش شرط يكون في تجاعيد في السن الصغير ده، لا التجاعيد بتظهر فيما بعد، بس بيكون خلاص الكولاجين اتكسر وبدات تظهر تجاعيد على البشره. دكتوره يا الشمس ممكن تكسر الكولاجين؟ طبعا طبعا. تعرض ايوه. لا رانيا جميله بالتان برضه. رانيا مش معانا النهارده. مش هنا. ما بصيتليش. الشمس طبعا بتاثر. الناس اللي بتتعرض مباشره للشمس ومن غير ما تحط سان بلوك، ده كل ده بيأثر. دي بقى مراحل ترهل الجلد؟ طبعا. لو هنلاقي الصوره اللي فوق هتلاقي الابيدرمس او الطبقه الطلائيه او طبقه البشره الخارجيه، طبقه سموث ومفروده. هنلاقي تحت الطبقه اللي تحت هتلاقي فيها سنه كرمشه، بدات ما تكونش مشدوده زي اللي فوق. ده البشره فوق وهي صحيه، البشره تحت بعد ما يظهر فيها التجاعيد. لو نيجي نبص على الصوره اللي فوق، الجزء اللي تحت اللي فيها، هتلاقي ان كل المكونات قلت شويه في الحجم وحصلها شرينكج، وهتلاقي ان الكولاجين فيها متكسر. الطبقه اللي تحت، لا سوري، الطبقه اللي فوق هي اللي فيها الكولاجين صحي، لكن الطبقه اللي تحت فيها الكولاجين بدا يتكسر فيها. فبنقول ان الكولاجين لما بيتكسر بينعكس على البشره في صوره ان الجلد ما بيكونش سموس، ما بيكونش مشدود، بتبتدي تظهر التجاعيد معانا. الكولاجين بيتكسر من سن صغير لو انا ما حافظتش عليه، لكن بينعكس على البشره بعدها بثلاث اربع سنين، بعدها بفتره بيبتدي ينعكس على البشره في صوره تجاعيد. طيب انا عايز اسالك سؤال يا دكتور. دلوقتي مثلا لو في تجاعيد بسيطه، هل ممكن تتحل بسرعة؟ لو في تجاعيد بسيطة ده حاجة حلوة جدا، ان الواحد ياخد باله ان انا بدأ يظهر عندي مشكلة في بشرتي. يعني الناس تاخد بالها لو في حاجة ظهرت بدري؟ طبعا. اوكي. انا بدأت اخد بالي ان بشرتي مش صحية، بدأت اخد بالي ان بشرتي مش بيل، مش نضرة زي زمان. بدأ يظهر فيه مع الضحك فاين لاينز بسيطة، خطوط تعبيرية بسيطة. هنا طبعا الفاين لاينز صح. الكراوس فيد او الخطوط التعبيرية اللي تظهر عند العين دي اول حاجة بتظهر مع يعني اول مشكله بتبتدي تظهر. خصوصا الناس اللي بتضحك كتير او تستخدم الاكسبريشن ده كتير. كل ما انا هاخد بالي بدري كل ما هعالج اسرع. انا بدات الاحظ ان عندي تجاعيد تعبيريه، هعالجها مباشره بالبوتوكس. بدات الاحظ ان بشرتي ما بقتش نضره زي زمان. بدا يظهر فيها فاين لاينز، بدا يظهر فيها تجاعيد شويه، تعبير بسيطه، او الجلد نفسه ما عادش مشدود. بقى فيه رينكلز خفيفه جدا في البشره. اقدر الحقها يعني، مفيش مشكله دايركت. دي ممكن تتلحق بقى بالبلازما. بالبلازما، بالفراكشنال ليزر، بالديرما رولر، بان انا احافظ على بشرتي ان هي ما تدهورش اكتر عن طريق كريمات معينه فيها كولاجين وايلاستين. اوكي. كل الحاجات دي اقدر احافظ بيها على نضارات بشرتي.
طب ايه اللي بيخلينا نتجه ان احنا ممكن تكلمينا عن الصوره دي؟ دي صوره بتاعت دي صوره فعلا هي بيسموها شعاع الشمس او رجل غراب او اسمها كراوس فيد. دي من اول المشاكل اللي بتظهر في منطقه العين او اكتر مشكله بتظهر فعلا. العين بتعكس السن، فكل هنا بقى انتي بوتوكس. بوتوكس بالظبط. البوتوكس بيتحقن في العضلات لان هي كانت بتعمل تعبير معين، بتضحك فرق فظيع يا طبعا بيتعكس السن، بتدي سن اكبر كتير جدا. وللاسف لو انا اهملت فيها وقلت لا انا مش هحقن بوتوكس دلوقتي، هلاقي ان المشكله عندي الخطوط دي تبقى ثابته معايا، تتحول من تعبيريه لثابته، تبقى ثابته، الخط ثابت، سواء انا بضحك بكشر بعمل اي اكسبريشن. يعني لا هيتعالج، بس بدل ما هيتعالج ببوتوكس بس، لا هيتعالج ببوتوكس وبعد اسبوع فيلر عشان املى الخطوط دي، او كولاجين عشان لو الخطوط سطحيه شويه. وممكن نعمل له كمان لو الخطوط ممتده لمنطقه الجبهه شويه نعمله فراكشنال ليزر. فانت متخيله كام حاجه انا قلتها؟ لو هي من البدايه انا عالجتها بالبوتوكس، هقي ان انا ادخل في فراكشنال وبوتوكس وفيلر كل الحاجات دي. هتتعالج بس اطول شويه او الستبس اكتر شويه. طب امتى ايه الصوره دي؟ دي صورة توضيحية بتقولي امتى احقن بوتوكس وامتى احقن فيلر. هو ده اللي كنت هسأله لك. هل التجاعيد لو هي رفيعة او مش او سطحية بابا كده اوكي ان انا بوتوكس، بس لما بتبقى ديب او بتدخل جوه شوية مش ممكن غير الفيلر يعالجها؟ لا طبعا، احنا هنقول مجازا الصوره اللي معانا دي بتوضح الجزء اللي فوق من الوجه ده بنحقن له بوتوكس، مجازا برضو الجزء اللي تحت من الوجه بنحقن له فيلر. البوتوكس بيتحقن في تجاعيد تعبيريه، الفيلر بيتحقن في تجاعيد ثابته. انا بضحك بكشر، الخط ثابت معايا، ده ساعتها الخط المنطقه دي فضيت من الكولاجين فبحقنها فيلر. لكن لو اكسبريشن انا بعمله او تعبير معين انا بعمله بينتج عنه تجاعيد معينه، ده علاجها بوتوكس. ده مجازا لان في فاريشن، في مكان اقدر احقن فيه بوتوكس وفيلر، في مكان اقدر فيه يعني البوتوكس ممكن يتحقن في اللور فيس في بعض الاحيان لو في واحده عندها سموكي لاينز حوالين منطقه الفم، في من بعض الناس بيكون عندها الماريونيت او كرمشه مع الضحك في المنطقه عند زاويه الفم في كرمشه في الدقن، فده مجازا ممكن نحقنه بوتوكس. برضو ممكن نحقن فيلر في الابر فيس لو واحده عندها تجاعيد ثابته وحقنتها بوتوكس عشان الغي العضله اللي عندها، وبعدين بعد البوتوكس اللي كنا بنتكلم عليه نحقنها فيلر بعدها باسبوع. اوكي. وكميه الفيلر دي مين اللي بحضرتك بتحدديها؟ اذا كانت مثلا يعني محتاجه حقنه ولا حقنتين ومش بتغير في الشكل، ولا بتفردها بس، ولا بتعمل ايه؟ كل الصور اللي كانت ظهرت معانا دي كل الناس حقنت بوتوكس، هي بتضحك عادي بس ما بيظهرش عندها كرمشه او بيظهرش عندها تجاعيد، حقنت فيلر كان عندها مثلا خط النيزوليبيا اللي هو من الانف للفم، هو ما كانش موجود عندها في الاول، كانت بتضحك عادي وبتعمل اي اكسبريشن بس ما كانش موجود، بدا يظهر، فبدانا ان احنا نعوض فقد الكولاجين بان احنا نحقنه فيلر فاتملى. لكن هي ما تبقاش ماسك فيس. طبعا يعني دي شخص طبيعي خالص بدا يظهر عندها تجاعيد، بتعكس برضو سن اكبر، بتحس ان منطقه تحت الوجه من تحت بدات تكون فاضيه، كرمشه بتعكس سن اكبر او تجاعيد. بتقعد قد ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي حقنت فيلر خلاص تمام والمنطقه بقت شكلها لطيف وكده، بقعد قد ايه انا الفيلر ده موجود في وشي؟ زي ما اتفقنا من كل شخص للتاني في فاريشن من حد للتاني، وفي عوامل ممكن تضيع الفيلر بدري وفي عوامل بتحافظ على الفيلر. التدخين طبعا من اكتر الحاجات اللي بتضيع الفيلر بدري. خلينا نقول لو في كل الحاجات دي انا محافظه عليها، ما بتعرضش للشمس، بحط سان بلوك، بشرب ميه كتير، كل الحاجات دي انا محافظه عليها، هبتدي اقول هنقول هتقعد معانا افريج 8 شهور، فبعض الناس ممكن تقعد لسنه. الناس اللي متعوده بالتدريج تحقن فيلر، يعني كل سنه بتحقن فيلر، هتلاقي ان هي اول مره حقنته قعد معاها الفيلر مثلا افريج 8 شهور. ميزه الفيلر ما بيروحش مره واحده، يعني انا ما بنامش اقوم الاقي كله راح مني. لا، بيبتدي بالتدريج 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 زي البالونه كده بالظبط. بالتدريج بس بالونه لما بيروح منها الهواء اللي فيها بترجع مكرمشه. لا، هو انا بحقن كميه بسيطه خالص عشان الخط اللي عندي ده يتملي، وفي نفس الوقت الكولاجين او الفيلر ده بيتكسر بالتدريج بالتدريج، فلما بيروح برجع زي ما كنت بالتدريج. يعني التدخين تقريبا التدخين والتعرض للشمس من غير ما احط سان بلوك وعدم شرب ميه كتير، كل الحاجات دي بتاثر. طيب خلينا بقى يا دكتور نسيب الفيلر والبوتوكس دلوقتي ونروح لايه؟ للخيوط. هل فعلا الخيوط بتدي نضاره، بتشد الرقبه، بالتجاعيد بتديكي اللي ممكن الفيلر والبوتوكس يدوه، ولا دي حاجه ودي حاجه؟ الخيوط دلوقتي هي عصايه سحريه، ممكن اقدر اعمل بيها كل حاجه في البشره، ممكن ادي نضاره للبشره، اشد الترهل، ممكن ادي سنه فوليوم موجوده عندي، انشط الكولاجين. على فكره الخيوط مش مقتصره على يعني فكره ان يعني كل ده بالخيوط بس؟ طبعا الفوليوم كمان بالخيوط؟ الفوليوم ممكن اعمله بالخيوط، في بعض انواع الخيوط يعني فكره ان الخيط مرتبط بالشد بس، شد الترهل لا، انا ممكن استخدم الخيط
في الايدين، ممكن نستخدمه في منطقه الرقبه، في منطقه الديكولتيه، كل الحاجات دي لو في فاين لاينز بسيطه والجلد مش مشدود زي زمان، من ضمن الحاجات اللي ممكن استخدمها كوسيله للنضاره هي الخيوط. الخيوط على حسب انواعها وعلى حسب شكل الخيط نفسه، يعني في خيوط بتبقى مستخدمه لمنطقه الجاولز، في خيوط مستخدمه لمنطقه الرقبه، في خيوط بنستخدمها لو الوش هيفي قوي وكل النيزوليبيال او الخط ده نازل والجاولز نازله ابتدي ارفع اسحب الوش كله. في خيوط ممكن استخدمها لو واحده سنها صغير عندها يدوبك ساجنج بسيط جدا 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 وعايز تدي نضاره وفوليوم برضو ممكن استخدم لها فيزاج او اسحب لها الوش كله. ما انا كنت لسه اسالك، هو البوتوكس والفيلر احنا ممكن نستخدمهم عند سن صغير؟ يعني بصي هنا هي عملت خيوط، بالتالي الخيوط بتبقى بعد ما يعني بعد 45 مثلا موستلي او يعني في معظم الاوقات لو هنستخدم خيوط شد ممكن يبقى نقول ان هي كاتيجوري اعلى شويه او مرحله تجاعيد. خلي بالنا برضو مش تجاعيد اللي هو وش ساجي قوي، واحده ستينات واواخر الستينات والحاجات دي كلها. بصي هنا برضو ده سن مش كبير قوي. انا لو هنلاحظ الخد انا عملت له فوليوم بالخيوط، يعني عملنا سن فوليوم بالخيوط وبدانا. لو هنلاحظ زاويه الفم، زاويه الفم كان نازل منها سحبه او ماريونيت او ساد ناوس، قدرنا احنا نرفعها عن طريق الخيوط. فالخيوط مش مقتصره على مرحله عمريه لاقول لا لما اوصل 50 لما اوصل 60 اقدر اعمل خيوط. لا، انا ممكن اعمل خيوط في سن صغير. ده احنا كنا بنسحب منطقه الجاولز او عند عظمه الفك يعني. بالظبط. لا هنا باين قوي يعني هي خصوصا الرقبه كانت نازله ومديه ان الوش بقى مربع ما عادش مسحوب في شيب زي زمان. كل ما احنا سحبناها انعكس، لو تلاحظي الحاله دي اتسحبت من منطقه الجاولز بس انعكست على منطقه الرقبه، يعني الرقبه كمان اتحسنت معايا. لان الجاولز او منطقه الفك لما بتنزل بتنعكس التهدل ده بينزل على الرقبه، فمجرد ما انا هسحبه هتلاقي الوش اتسحب والرقبه كمان اتسحبت لو انا لحقتها في البدايه. فالخيوط مش مقتصره على مرحله عمريه معينه، ممكن سن صغير وعنده مثلا منطقه النيزوليبيال ومش عايز يملاه فيلر او عايز حاجه تقعد مده اطول شويه. في بعض انواع الخيوط بتبقى عامله زي الضفيره. الضفيره بتتحقن في منطقه النيزوليبيال، هنا ناخد خيطين وخيطين صغيرين نفس ابره الفيلر بالظبط، بيبتدي الضفيره دي تتفك فتنفش فتملالي المنطقه دي. ميزتها ان هي النتيجه بتبان في خلال اسبوعين وبتقعد معايا لغايه سنه ونص، فبتقعد مده اطول شويه من الفيلر. امال التاني النتيجه بتبان في خلال قد ايه؟ الخيوط الشد بتبان النتيجه في ساعتها. انا مثلا حقنت الناحيه دي او شديت الناحيه دي، النتيجه بتبان في ساعتها عن الناحيه دي. كل ما هقعد بيها اسبوع في التاني، في شهر في التاني، كل ما تنشيط الكولاجين شغال فالنتيجه بتبقى افضل. كل ما هقعد يعني في ناس، في حالات بنصورهم بعد 6 شهور وشهم نفسه التايتنس او شده الجلد ومرونه الجلد تبقى افضل كتير. لان الخيط مش بيشتغل بس على شد التجاعيد اللي عندي، الخيط بيشتغل على شد التجاعيد وكمان تنشيط الكولاجين، فالبشره بتبقى افضل كمان مع حقن. والخيوط زي الفيلر والبوتوكس برضو لازم ما فيش تدخين، نشرب ميه كتير ولا اي حق؟ التدخين وشرب الميه والشمس والميك اب كل الحاجات دي بتاثر على البشره الطبيعيه، فما بالك انا لو عملت حاجه طبعا بتاثر مدتها. يعني لو هنتكلم الخيوط هتقعد مع حد من 2 لـ3 سنين، وفي بعض الناس ممكن تكون اكتر شويه. لو في تدخين ممكن تقعد اقل. يعني التدخين وكل العوامل السيئه دي بتاثر على بشرتي انا نفسها، فما بالك لو انا عملت حاجه برضه هتاثر عليها. طب دكتور انا عايز اسالك، ازاي انا يعني لسه بقى شابه صغيره ابتدي ابقى عندي الوعي وان انا احافظ على بشرتي قبل ما يبتدي يحصل لها حتى الفاين لاينز، بعمل ايه؟ لان بنشوف بالزبط. البنات كلهم في التين ايجينج وكده طبعا كلهم بيبقوا يعني ما بياخدوش بالهم طبعا. بيغسلوا وشهم بصابون يعني مش المخصوص، بياكلوا زيت وشيبسي ويعني فاست فود طبعا. كتير يعني كده. دلوقتي بقت افرح جدا بام لما تجيب بنتها من وهي في سن صغير ان هي عايزه تحافظ لها على بشرتها. كل ما هنحافظ بدري فعلا كل ما هنقي ظهور مشاكل كبيره فيما بعد. ازاي بنت صغيره مثلا في تين ايج عايزه تحافظ على بشرتها؟ صن بلوك وهي نازله الجامعه. هتكرره كل ساعتين لو هي واقفه في مصيف متواصل. شرب الميه، في ناس تيجي تقول لي بسمع جمله انا بحبش اشرب ميه، طب ما انت بشرتك هتتدهور، انت مش عارفه قيمه اللي انت فيه دلوقتي، انت كمان كام سنه هتنعكس على بشرتك هتلاقي تجاعيد ظهرت لك وانت لسه في سن صغير. فاحنا شرب الميه دي حاجه مهمه، طبعا ما نحطش ميك اب وننام بيه، يعني في مزيل مكياج معين نستخدمه. حاجه كمان ان انا لازم ابدا احقن بلازما بدري، ابدا اعمل فراكشنال ليزر، استخدم ديرما رولر كهوم يوز، كل الحاجات دي عوامل بتقي تجاعيد في بشرتي.
بس كده يعني اي بنوتة تبقى عارفة من الاول يعني التعليمات علشان ما طبعا. توصليش ان انت تعملي بوتوكس او فيلر يعني بتأخريها، هو كده كده هتعملي بس بتأخريها. صح بنأخره فعلا. دكتورة ماريان نادر اخصائي جلدية والليزر بمراكز جرين ونبت بنشكرك جدا. بعد الفاصل هنروح نشوف تقرير لدكتور عمرو شورى استشاري جراحات السمنة وتنسيق القوام، والتقرير ده هيبقى إعادة للحوار معاه، وخصوصا بعد الأكل الدايت اللي احنا أكلناه. وبعد اللقاء ده استنونا مع خبيرة الإكسسوارات ميرفت رضوان، وشوفوا بقى إكسسوارات الصيف 2017 هتبقى عاملة ازاي.